في المقابله، ولكن تنظن بانه الدور اللي تيلعبو حسين خرجه تيلعب على مستوى ديال فرصه فهاد المنتخب الوطني. هدف ثالث لفائده المنتخب الوطني بواسطه يوسف حجي. يوسف حجي يسجل هدف ثالث. كما قلت اخطاء كثيره ديال اللاعبين الجزائريين، هناك احتجاج للاعبين الجزائريين بان هناك تسلل، ولكن الهدف الثالث لفائدة المنتخب الوطني، الهدف الثالث اللي جاء عن طريق حملة جميلة قاد المنتخب الوطني، وكان ربما استفد بشكل كبير من الخطأ اللي كاين على مستوى الدفاع. كما قلت خلال بداية الشوط الثاني كانت ثلاثة ديال الفرص، الفرصة الرابعة تعطي الهدف لأنها كانت أخطاء كثيرة. أعتقد اللاعبين الجزائريين بأن كاين هناك تسلل. إذن الهدف الثالث بواسطة يوسف حجي. يوسف حجي اللي معروف عليه الاستفادة من مثل هذه الكرات. كان هناك خلل وخطأ وأخطاء متعددة على مستوى الدفاع. 3-0 الآن، 3-0 لفائدة المنتخب الوطني، وفرحة كبيرة، فرحة بهذا المركب الجميل. كنقول بأنه